Kiralık bir ev arıyorum. Ebhathu an beytin lil icar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eyyuhal ikhval ahibba. Ahlen ve sahlen bikum ma'a ders an nısıf esbu'i ders ta'lim el muhadefe. Ders el thani aşar. El'an senuşahidu mıkta'an an el bahath an beyt lil icar. Nuşahiduhu ma'an. Thumma nedrusu nasfahu. Fehayye bina ilel muşahede. Gelin çocuklar, gelin. Gelin gelin. Bu hanımefendiler İstanbul'a yeni gelmişler. Gülfem Hanım, Serdem Hanım, Rana Hanım. Müşerif olduk efendim. Biz de. Gülfem Hanım'ın babası benim bir arkadaşımın arkadaşı. Benden yardım istediler. Güzel, kiralık bir ev arıyorlar. Sizin de kulağınız kesiktir. Bildiğiniz bir ev varsa söyleyin bakalım. He, Sarı Mustafa'nın evi var amirim. Kiracısı yeni çıktıydı. Neresi orası? Şimdi amirim bizim konak var ya. Hı. Bizim konağın oradaki çeşme var, o çeşmenin orada. Ha, yeri fena değilmiş. Görmek ister misiniz? Sizin için münasipse. He, geniş, güzel bir evdir. O zaman seyrek çeyrek. Emredin amirim. Hanımefendileri alıyorsunuz, bu yeni evi göstermeye gidiyorsunuz. Emredersiniz amirim. Hadi bakalım. Buyurun bacılar. Teşekkür ederiz. Babanıza selamlar. بعد أن شاهدنا هذا النص نبدأ بقراءته وشرحه. أولا يقول الرجل الذي رأيناه هو قائد أو رئيس مخفر أو هكذا يقول جالين تشوجوكلار جالين 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 تعالوا جال تعال جالين تعالوا الآي إن إشارة فعل الأمر لأمر الجماعة جالين تشوجوكلار تعالوا يا أولاد جالين جالين طبعا يقول للذي للشرطة عنده يا أولاد تعالوا تعالوا في العادة أحيانا الشخص الكبير الأب يقول لأبنائه تشوجوكلار الشخص الكبير يقول لمن هم أصغر منه بشكل يعني يقول تشوجوكلار قد يقول الصديق لأصدقائه تشوجوكلار أو يقول بيلر يا سادة أو يقول جنشلر يا شباب وهكذا هذه عبارات تخاطب الآن يقول رئيس المخفر بو هنم أفنديلر هنم أفنديلر السيدات هؤلاء السيدات إسطنبولا يعني جلمشلر İstanbul'a yeni gelmişler. Ci'na ila İstanbul hadifen. هذه الجملة نستطيع أن نستخدمها كثيرا. جاء حديثا مثلا إلى إسطنبول. جاء إلينا حديثا. حديثا. بزا yeni gelmiş مثلا. زارنا حديثا. بزا yeni ziyaret etmiş. ونستطيع أن نستخدمها كيفما نشاء. نكمل. الآن يذكر أسماء السيدات اللواتي جئنا من إسطنبول. جلفم هانم. سردم هانم. رنا هانم. نعم الآن السيدات يقولن أو الشرطيين يقولون أو يقولان مشرف أولدك أفندم مشرف أولدك معناها نفس معنى ممنون أولدك مشرف أولدك كلمة قديمة قليلا عثمانية لا تستخدم الآن كثيرا الآن تستخدم ممنون أولدم لكن لو قلنا مشرف أولدم أيضا مفهومة يفهمها الجميع فيكون الجواب بزدة نحن أيضا تشرفنا ممنون أولدك بزدة نستطيع أن نقول ممنون أولدك نستطيع أن نقول مشرف أولدك الشائعة أكثر ممنون أولدك القديمة أكثر مشرف أولدك أصلها عربي مشرف نعم الآن جولفم هانمين باباسي يقول رئيس المخفر جولفم هانمين باباسي بنيم بير أركادش من أركادش أبوها هو صديق صديقي إذن babası أبوها arkadaşımın arkadaşı صديقه صديقي benim bir arkadaşımın arkadaşı نكمل bizden yardım istediler طلبوا المساعدة منا bizden yardım istediler güzel kiralık bir ev arıyorlar güzel kiralık bir ev arıyorlar kiralık bir ev arıyorlar يبحثون عن بيت للإيجار güzel جميل عن بيت جميل للإيجار نكمل نعم sizin de kulağınız kesiktir. هذه العبارة كيف نعبر عنها باللغة العربية. يقول لهم وأنتم آذانكم صاغية. يقول كسك يعني آذانكم حادة. يعني أذنكم مثل شفرة تسمع كل شيء. sizin de kulağınız kesiktir. آذانكم أنتم كبيرة تسمعون كل شيء. مثلا نقول هكذا. ثم يكمل ويقول bildiğiniz bir ev varsa bir ev varsa söyleyin
bakayım. İza kuntum ta'rifuna beyten lil ajar fekulu kay a'rif. Ev hakeza. Bildiğiniz bir ev, beytun ta'rifunahu varsa, iza yujad beytun ta'rifunahu söyleyin fekulu bakayım. Bakayım yani min al-ammiyye Türkiye tustakhdam law laysat fusha. هي طبعا أصلها فصيح لكن استخدامها عامي. نحن بالعامية نستخدمها كثيرا. قل لا أشوف، قل لا أشوف، لا أشوف. بالفصحى لا نقول قل لأرى، يعني إذا قلت فسأسمع ولن أرى، لكن بالعامية مستخدمة هكذا، مستخدمة بالعامية العربية باللهجات المحلية العربية، ومستخدمة أيضا بالعامية التركية. يقول لهم سويلين بكايم، قولوا لا أشوف، يعني نعم. Bildiğiniz bir ev varsa söyleyin bakayım. İza kana hunaka beytun ta'rifunahu fa akhbirunani li ara. طيب نكمل. فيقول احد الشرطيين هي يعني نعم sarı Mustafa'nın evi var. Amirim. Amirim seyyidi. Kelimet amirim يقولها الشرطي لرئيس المخفر او الشرطي لمن يعلوه رتبه. لذلك لا تلزمونا كثيرا لأننا لن نعمل بمخفر فلا نستخدم هذه الكلمة. إذن صار مصطفى نن إيفيفار، يوجد بيت لي صار مصطفى. صار مصطفى نن يعني لي صار مصطفى، إيفي بيته وار يوجد، يوجد بيت لي صار مصطفى أو لمصطفى الأصفر. هنا صار مصطفى هي عبارة عن اسم. كراجسي يني çıkmıştı. لقد خرج مستأجره حديثا. كلمة يني عادت معنا مرة هنا مرة أخرى. منذ قليل قال جئنا حديثا إلى إسطنبول. إسطنبول يني قال مشلر لأن كراجس يني çıkmış مستأجره يني çıkmış. لقد خرج مستأجره حديثا يعني لم تمر فترة طويلة على خروج المستأجر من ذلك البيت. الآن رئيس المخفر يسأل نرس أرس أين مكان البيت. أرس ذلك المكان نرسي يعني أين يوجد. أين ذلك المكان البيت أين نرسي أرس يعني أين يقع ذلك المكان. هذا معنى نرسي أرس. الآن يتكلم الشرطي يقول شمدي عامرم. شمدي الآن أيضا الآن هنا استخدامها ليس فصيح، استخدامها عامي كما نحن نستخدمها في بداية كلامنا. فنقول هل مو في عنا بيت هكذا يقول شمدي الآن. بزيم كوناك فاريا أيضا عبارة فاريا كما ذكرنا هي من لغة الحديث وليست من لغة الكتابة. يقول هل تعرف بيتنا أو هل تتذكر بيتنا. بزيم كوناك فاريا هل تتذكر بيتنا. ثم يكمل ويقول بزيم كوناغن أرادا تشيشما فار. عند بيتنا بزيم كوناغن أرادا يعني عند بيتنا تشيشما فار توجد تشمة يعني ماء سبيل أو هكذا. ثم يقول أو تشمنين أرادة والبيت عند ماء السبيل أو تشمنين أرادة. فماذا يقول رئيس المخفر. يقول هي للتعجب كما نعرف. يري ثنا ديلمش مكانه ليس سيئا. يري مكانه يعني مكان البيت. ثنا ديلمش ليس سيئا. فنا يعني سيء أو هكذا أصلها كلمة عربية فنا. ثم يقول رئيس المخفر للسيدات görmek ister misiniz هل تريدون الرؤية يعني هل تريدون رؤية البيت. görmek ister misiniz هل تريدون الرؤية يمكن أن نستخدمها في أماكن كثيرة وفي مواقف كثيرة. الآن الفتيات ماذا يقولن لرئيس المخفر. sizin için münasipse. مناسب كلمة أصلها عربي معناها أي وهي تركية أيضا مناسب. أيضا المرادف لها أيجون يعني سيزين إتشين أيجون سا لو كان هذا مناسبا لكم يعني نحن نريد هذا. نستطيع أن نقول سيزين إتشين مناسب سا ونستطيع أن نقول سيزين إتشين أيجون سا. الكلمتين صحيحتين، العبارتين مفهومتين. نحن الأسهل علينا أن نقول مناسب. سيزين إتشين مناسب سا بان جورميك استيورم مثلا. إذا كان هذا مناسبا لكم فأنا أريد الرؤية. إذا كان هذا مناسبا لكم فأنا مثلا سيزين إتشين بوفيات مناسب سا. إذا كان هذا السعر مناسبا لكم بان ألمك استيورم أو بان ألميد شنيورم أنا أفكر بالشراء أو أنا أريد الشراء أو هكذا. يعني مناسب سا إذا كان مناسبا نستطيع أن نستخدمها كثيرا. إذن الآن الشرطي يقول هي
yani ecel geniş güzel bir evdir. İnnehu beytun vasi'un ve cemil. Geniş, vasi, güzel, cemil bir ev, beytdir innehu. İnnehu beytun vasi'un ve cemil. İnde hâza reisil mağfer yuzdiru emran li el şurtiyeyn. Yekul o zaman zeyrek çeyrek lan yuzdir lehuma el evamir yezkur esmâhuma. O zaman izen. İzen ya zeyrek ve ya ceyrek ve ya çeyrek. فهما كشرطيين يستعدان لتلقي الأمر فكل واحد منهم يقول أمرد عامر أمروني يا سيدي. هنا استخدم أمرت، ما قال أمرت أمرني، بل قال أمروني، مع أنهم يتحدثون مع رئيس واحد، مع شخص واحد، لكن نستخدم صيغة الجمع وهي حرف الإن بعد الفعل. إذا كنا نتحدث مع شخص كبير، مع شخص يخفوقنا في المكانة، مثلا نقول بدل آل آلن، بدل تعال جال جالين، تفضلوا ادخلوا خذوا، وهو شخص واحد احتراما، ونقولها للجماعة لأنهم جماعة أيضا. أمر ذن آمرم، أؤمروا يا سيدي. فيقول رئيس المخفر هنم أفنديلري أليورسونس، تأخذون السيدات. لم يقل لم، هنا استخدم فعل الجينيش الشمدكي زمان، يعني الفعل المضارع بصيغة الأمر، يعني ما استخدم صيغة الأمر لمعنى الأمر، ما قال لهم خذوا السيدات، بل قال لهم الآن تأخذون السيدات، يعني خذوا السيدات. هنم فنديلري أليورسونوز، تأخذون السيدات بو يني أفي جوسترميا جديورسونوز، وتذهبون ل ماذا نقول؟ لجعلهن يشاهدن هذا البيت. طيب بو يني افي هذا البيت الجديد جسترميا جديورسونز، تذهبون لعرضه، تذهبون لعرضه، نعم جسترميا جديورسونز، يعني تذهبون مع هؤلاء السيدات كي تجعلونهن يرون البيت. جسترميا جديورسونز. زيرك يقول أمردين أمردين أمرين، أمرك سيدي أمرك سيدي. يقول لهم هدي بكلم هيا لأرى. أيضا هذه عبارة مستخدمة فقط في الحديث اليومية، يعني مستخدمة فقط في العامية وليست فصيحة، معناها كما نقول نحن أيضا بالعامية يلا لا أشوف هدي بكلم. نعم هيا، إذن نستطيع أن نقول بالفصحى. بويرون باجلر يقول تشيرك الشرط، أحد الشرطيين يقول بويرون تفضلوا، بوير تفضل، بويرون تفضلوا، باجلر باج أخت، باجلر أيها الأخوات. الآن في المحادثة اليومية كلمة باجلر لا تستخدم إلا في بعض القرى وهكذا، هي صحيحة لكنها يعني كلمة قديمة، الآن يرجحون استخدام هنما فانديلر أو هكذا، أيها السيدات بيانلر السيدات، باجلر الأخوات، باج باجم أختي، لكن أختي كأن شخص جاء من قبل 50 سنة ويتكلم باللهجة الرائجة قبل 50 سنة، لذلك لا تستخدم كثيرا. صحيحة تستخدم لكن حسب المنطقة، في بعض المناطق تستخدمها، بعض المناطق تستخدم بدل عنها بيانلر هانوما فانديلر وغيرها. طبعا نستطيع أن نستخدم نعم الكلمات التي نريد، مثلا نستطيع أن نقول أبللر إذا كنا أكبر منا بكثير، يعني إذا كان الفارق السني 10 سنوات أو هكذا، لكن إذا كان أقل من هذا فالمرأة تغضب إذا قلت لها يا أختي الكبيرة وهل تراني مسنة وهكذا. المهم إذن العبارة الأفضل هنما فنديلر. بويرون باجلر يقول لهن جولفم، تقول تشكر إدريز، نتشكرك إدريز، نحن نتشكر شكرا، يعني آمير يعني السيد الرئيس رئيس المخفر ماذا يقول، هنا آمير بمعنى الضابط أو هكذا. بابا نزا سلاملر، سلامي أو سلامات لوالديكم، بابا نز والدكم، بابا نزا إلى والدكم سلاملر سلامات. هذا المقطع انتهى، الآن نشاهده مرة أخرى ثم نعود. gelin çocuklar gelin. Gelin gelin. Bu hanımefendiler İstanbul'a yeni gelmişler. Gülfem Hanım, Serdem Hanım, Rana Hanım. Müşerif olduk efendim. Biz de. Gülfem Hanım'ın babası benim bir arkadaşımın arkadaşı. Benden yardım istediler.
güzel kiralık bir ev arıyorlar. Sizin de kulağınız kesiktir. Bildiğiniz bir ev varsa söyleyin bakalım. He, Sarı Mustafa'nın evi var amirim. Kiracısı yeni çıktıydı. Neresi orası? Şimdi amirim bizim konak var ya. Hı. Bizim konağın oradaki çeşme var. O çeşmenin orada. Ha, yeri fena değilmiş. Görmek ister misiniz? Sizin için münasipse. He, geniş güzel bir evdir. O zaman Zeyrek Çeyrek. Emredin amirim. Hanımefendileri alıyorsunuz, bu yeni evi göstermeye gidiyorsunuz. Emredersiniz amirim. Hadi bakalım. Buyurun bacılar. Teşekkür ederiz. Babanıza selamlar. بعد أن شاهدنا المقطع للمرة الثانية لا ننسى كتابة نصه على الدفتر إعادة قراءة جمله غيبا بصوت مرتفع 22 مرة 30 مرة حتى نتمكن من الحديث بهذه العبارات من استخدام هذه الصيغ بكل سهولة ومن دون بذل جهد في التفكير أتمنى لكم دوام التوفيق ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناءة على العناوين الموجودة في مربع الوصف ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمساهمين في هذه القناة الداعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا فبجهودنا معا يستمر العمل ويزدهر دامت البسمة متراقصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب فيه